نادية مدني، واحدة من النساء اللائي اخترن طريق النجاح في أرض الوطن بعدما يزيد عن 13 سنة في أرض المهجر، فلا إعاقتها الجسدية ولا نظرة المجتمع لمجال صناعة أغذية الأنعام كنشاط تقتصر ممارسته على الرجال، وقفت في طريق تحقيق مشروعها. المرأة الفلاحة بلي تجيها مع الأول صعيبة، باسكو الفلاح ما يتقبلش المرأة مع الأول، ما يتقبلهاش. لازم بالسياسة تساعفهم وتدخل في الميدان تاعهم وتعرف تهضر معاهم. لازم على بالك ماشي سهلة باش يتقبلك الفلاح، وطون كاين فام ما يتقبلكش مع الأول. لازم حتى يشوفك بلي قادرة صح تخدمي خدمة راجل، بلي المرأة هي اللي كابابل. كي يشوف كي توي فريمون كابابل خلاص يدير في كونفيونس. متسلحة بقوة العزيمة والإصرار على تحقيق طموحها في أن تكون سيدة أعمال وربة بيت ناجحة، بدأت نادية في تجسيد مشروعها تدريجياً إلى أن أصبح الحلم حقيقة. نجحت في حياتي، أول مرة نفرح في حياتي كي درت المشروع تاعي ودرت داري ودرت وليداتي. لا شوي تخي تخي كونتونت، تان بليزير بو موا، إي جو سويت كو توت لي فام سوا كوم موا إن شاء الله. صافي بلوس كو 18 عام ولا جو ترافاي سو دومان، الحمد لله يا ربي عجبتني خدمة دوك، ما نقدرش نبدل مهنة واحدة أخرى، ما نقدرش نروح ليها. ومقابل تعقيدات النزول إلى الميدان والعمل في قطاع لطالما اقتصر في هذه المناطق على الرجال، وجدت نادية كامل التسهيلات والمرافقة من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. الإعاقة لا نراها كوكالة دعم كسبب للإبعاد، وإنما بالعكس أنه سبب من كمحاولة منا إدماجهم في المجتمع، نعطيهم أولوية خاصة، متابعة ومرافقة خاصة للاستمرار والاندماج في المجتمع. وتبقى تجربة نادية مدني مثال يحتذى به لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث الإرادة سر النجاح والإصرار مفتاح التفوق.